نشكر على الحكومة الإماراتية الشقيقة وخاصة مؤسسة خليل فاونديشن على هذا المشروع الضخم المهم الذي نتمنى أن يزيد سعة توسيع أو توسعة خدمة المستشفى بربرة، ومستشفى مهم جدا لأننا نريد أن يتماشى مع المشاريع الأخرى التي تعمل في بربرة مثل توسعة ميناء بربرة، وهذا سيؤدي إلى حاجة ماسة لإيجاد أو تحصيل خدمات مختلفة. ونتمنى إن شاء الله تعالى كحكومة أن تستمر هذه العلاقة الأخوية الطيبة بين البلدين، وهذا يدل على أن الدولة الإمارات هي دولة مهمة في المنطقة تسعى إلى التآخي أو التعامل مع الدول الأخرى بطريقة إنسانية، بتبادل الخبرات، بتبادل الأشياء المختلفة.